رجع بخفي حنين. كان حنين إسكافيا من أهل الحيرة. ذات يوم جاءه أعرابي يريد شراء خفين من عنده، لكن الأعرابي أراد أن يأخذ الخفين بثمن بخس، فظل يساوم حنين على السعر حتى فقد الأمل من الجدال ورحل دون أن يأخذ الخفين. غضب حنين من الأعرابي وقرر أن ينتقم منه، فسبقه في الطريق ورمى أحد الخفين على الطريق، ثم ألقى الخف الآخر بعد بضعة أمتار وانتظر متخفيا إلى أن وصل الأعرابي إلى الخف الأول، فقال: ما أشبه هذا بخف حنين، لو كان معه الآخر لأخذته. واستأنف طريقه فإذا بالخف الآخر مرمي على الطريق، فنزل عن ناقته والتقطه وندم على تركه للخف الأول وقد حصل على الثاني، فعاد سيرا ليأخذ الخف الأول. عندها خرج حنين من مخبئه وأخذ الناقة بما عليها وهرب. عاد الأعرابي إلى قومه فسألوه: بما جئتنا من سفرك؟ فقال: جئتكم بخفي حنين. وجرت مثلا يقال للخائب الذي يرجع سفر اليدين عاد بخفي حنين. إن أعجبك المحتوى الذي نقدمه لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لدعمنا وتشجيعنا على الاستمرار بإذن الله. شكراً.